اليوم غادي نهضروا على البوب كورن. لا ماشي هذا اهلا، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو. جو بونس عرفتش علاش غادي نهضروا. فوالا اكزاكتومون غادي نهضروا على البوب كورن. كيف كنسمعوا فاش كتكون اون فواتور دايزه من حدانا اولا واقفه، كنسمعوا اصوات كتخرج من لاشابمون. يقدر يكون صوت بوحدو، ويقدر يكون معاه واحد الطرطيقات اللي كيبانوا لينا فحال العافيه. الوغ هاد لي صون كينقسموا لجوج انواع: fake sounds يعني اصوات مزيفه واللي كيكونوا ناتجين على واحد العبوات او لا ديباف كيكونوا مركبين في لاشابمون، كنكون سهل علينا باش نبدلو الصوت كيف ما بغينا، يعني نبدلو داك النغمه ونسمعوها كيف حنا بغينا، و كيكون بوسيبل اننا نركبوها في ليسانس ديزل وحتى في لي فواتور الكتريك. خلاصة الفيك ساوند كيكون مسجل غير في هذاك الموديول اللي كنركبو وماشي الصوت ديال الموتور حقيقي. الوغ دابا بالنسبة للصوت اللي كيكون حقيقي واللي كيكون مجهد ونقدروا نقولوا حتى حسن في ليسانس مقارنة مع الديزل، دابا لا كيستيون كي سوبوز كيفاش كيخرج لينا داك الصوت وعلاش كتبان لينا داك الشرارة اولا العافية في الخرجة ديال لاشابمون، وشنو هما هاد العوامل الخارقة اللي كيديروا لنا هاد التفاعل وكيخليو لينا هادشي كامل يطرى. هادشي كامل كتكون سبابو اون انجيكسيون ديال الكاربورون اللي كتكون معطله واللي كتكون اكزاكتومون في الوقيته اللي كتحل سوباب ديشابمون. دونك في هاد الحاله الانجيكسيون اللي كتعطى ما كيستافدش منها الموتور وكتمشي مع الغاز ديشابمون كتكمل طريقها حتى الاخر ديال الشاكمه عاد كترتق. كيفاش وعلاش ما ترتقش قبل؟ راه سهله، انا غادي نقول لكم الجواب. انه ديك الانجيكسيون اللي كتعطى كتبقى مدفوعه بلو فلو ديشابمون، كتكون بيان سور سخونه حيت لا تمبيراتور ديشابمون كتكون طالعه، كيبقى خاصها غير الاكسجين باش تشعل وتعطينا داك الصوت وشكل اللي كيعجبونا بزاف، وهادشي اكزاكتومون هو اللي كيطرى. هاد التقنيه كيديروها بيان سور الناس سبيسياليست اللي كيموديفيو في الكالكولاتور موتور باش يعطلوا لينا ديك لانجيكسيون ديال ليسانس. هاد التقنيه ما كتكونش خارجه مع الطوموبيل من لا ميزون، يعني ما كتكونش خارجه من عند الكونستركتور، ولكن كاينين الناس سبيسياليست اللي كيموديفيو في الكالكولاتور موتور باش كيعطلوا لينا ديك لانجيكسيون. باغ كونطخ كاينه واحد التقنيه اخرى اللي تقدر تخرج بها الطوموبيل من لا ميزون هكاك، وهي زياده ديال ان انجيكتور في الشاكمه اللي كيدير لنا هاد لانجيكسيون واللي كيتحكم لينا في هاد العمليه. الوغ لي زامي بغيت غير نشير لكم واحد القضيه، انه بالنسبه للبروغرام اللي كيدار في لا كارتوغرافي باش دار لنا هذيك لانجيكسيون معطله كتكون في ريجيم محدد، يعني سوا با ريجيم موان ريجيم ريجيم طالع. دونك الا كنتي غادي مثلا الا كانت عندك هذيك لانجيكسيون معطله في لي با ريجيم، اون فوا كتاكسيليري وكيطلع لو ريجيم شويه راه ما كتبقاش تسمع هذوك الترتيقات ولا داك البوب اند بانكس. بالنسبه للناس اخرين اللي كتكون عندهم في دي ريجيم طالعين خاصهم حتى يطلعوا الريجيم وياكسيليرو مزيان عاد تقدر تسمعها. دونك سولون كل موديفيكاسيون كيفاش دارت وسولون كل طونوبيل. الاخر ديال لا فيديو جيسبر تكون عجباتكم، جيسبر تكونوا استفدتوا ويكون لو سوجي زوين، حيت فريمون هادو من الحوايج اللي كيعجبونا بزاف ونشوفوهم في الطوموبيل نشوفوهم في دي فواتور دايزين حدانا او لا نسمعوهم. دونك فوالا جيسبر نكون عطيتكم لو ماكسيموم دانفورماسيون. الى عندكم دي رمارك اللي عنده بلوس دانفورماسيون يخليهم لينا في لي كومونتير باش نستافدوا كاملين. دونك هادشي بيان سور كنديروه كاملين غير على ود الاستفاده و بور لو بارطاج ديال لا باسيون. فوالا جيسبر تكون عجباتكم لا فيديو، الى عجباتكم خليو ليا لايك، ما تنساوش تابوناو و فوالا. غادي نخلي لكم لو ليان ديال انستغرام ديالي في لا بار دافو. الى عندكم دي بروبوزيسيون بور دوتغ فيديو صيفطوهم ليا بار ميساج، راه كنجاوب كلشي. و فوالا دونك جو بوغ لا بروشين فيديو.